معكم مرة ثانية شادة ذا كلاسس، معك أخوكم عبد السلام، وخلنا نطب الحين على العملاق الثامن، على أظن الثامن، نبدأ نقول بسم الله، راح يكون هذا اللي بالتراب، نخبره هو هنا، كان بيئة مرة جميلة، ودي أجي هنا أخذ بريك يوم من الأيام. يعني امشي اشوف الازر اشوف الماء واشوف العمالقة هنا اسلم عليهم. هنا وقال deep within the forest ها يعني شفت تعبوا على كل هذا ولا في شيء يستخدموه عشان كذا انا احب اللعبة. الله لو نير يجي ريماستر بكذا الرسم واو كي انا بستانس. Got a giant lock deep within the forest. شكل ما راح يحتاج اجرو. لان والله ناسي منه هنا. انا بس اتذكر المكان حق معركة راح تعرف منه العملاق على طول. هنا اصلا تحت ال يب الظاهر ان هذا هو راعي تراب. او ان واحد ثاني لا لا مو براعي تراب. التراب يحتاج الحصان. ايه التراب نحتاج الحصان حنا. جسم مدمر نحتاج نرقى. حلو ممتاز. لا عرفت منه. لا ذاك السحلية اللي تلك كانوا بعرصي. هذا احد العمالقة عاد اللي هاجمك. هذا احد العمالقة اللي اول ما يشوفك يهاجمك. هنصفر عشان ينتبه لنا. الحين نبيه يرقى. حلو رقى. اطلق على يده. باي. يدينا نطط عنه. انا خبره. لا ما سويته. هذا التصميم هذا الزعيم العملاق هذا ما هو بشين ابدا العكس احبه انا. بس اللي عندك هو عندك الثور. الثور بعدين لو بريناه يصير سيء. به يرقى كمان مرة ما تساعدني. توقعته يرقى. يعجبني شوف الكهرب هذا اللي يطمو كهرب عفوا الطلقات اللي يطلقهن عليك تبدا تسبب لك دامج.
تعال هنا فوق. يوم من الايام ودي ارجع شادو اوف ذا كلاسس بدون ما ابر العمالقه بس استكشف العالم. اثبت. هلا ان شاء الله من مايت. تخيل اموت من طيحه. واوك اعقل اعقل ما عليك كل شيء راح ينتهي الحين. لا لا طعنه واحده. معليش افكع 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 افكع. انا هنا. تعال خلك عاقل. مات. مقطع هذا مو بسيء، مقطع هذا سريع. معليش اللي احبه بالعمالقه تصميمهم انهم مو باختصار ما خلوهم مثلا جلد ولا لحم ولا شعر، لا كذا تشوف نصهم حصى، يعني تقول هل اكيد في جسم تحت هالحصى هذا كله؟ يعجبني واندر ما يسأل يقول ها وش سالفة هذا الدم الأسود؟ أكيد إنه إن شاء الله شيء طيب. صوت حد يتكلم. توري المستقبل. لا قامت. يلا يا دوم علمني مين. يجيب عشي دورمن. لا تقعد تلامسه الحين، عندك واحد ثاني لازم تذبحه. مين؟ When the tree is nearly grow, it sleeps in a dry lake bed. يب اظن هذا حق تراب. يلا خلنا نطلب العملاق. كم الحين؟ الثامن. لحظه التدريب السياف الحصان. لا التدريب لكسر جدار السياف الحصان الطير ثم ذاك ابو لحيه
توي بالي يب هذا الثامن. يلا راح اشوفكم مقطع يا شباب، يعطيكم الف الف عافيه مشاهده، ان شاء الله رجعنا. رح نطبع العملاق الثامن على طول. كان معك اخوكم عبد السلام، ومع السلامه.